نعم، مسلحة بإبرة حادة. كيف ذلك؟ ألسع بإبرة حادة دفاعا عن النفس. يا حفيد يا حفيد، يبدو أنكما لا تعرفان شيئا عن طبيعة النحل. نعم، لا نعرف عنها شيئا، حدثينا عنها مشكورة. طيب، فلتعلم أننا طوائف، منا الناحلات العاملات. الناحلات العاملات؟ نعم، منا ملكة النحل. ملكة النحل؟ نعم، وتسمى اليعسوب. وهل تعمل ملكة النحل؟ نعم، إنها تعمل وتضع ما يزيد على 1000 بيضة في اليوم. 1000 بيضة في اليوم؟ من هذه البويضات يكون النحل. إذن هي أم الخلية. أنصتي إلى اليعسوب وهو يغني. تعجب من ذلك، فنحن معشر الناحلات نعمل جميعا، منا من يقطف الأزهار، ومنا الساقية والمربية والحارسة والبناءة والمهندسة والشرطي. عاشت الناحلات العاملات، عاشت الناحلات العاملات. إدمان طلع إدمان قهوة، وبعد مرور 30 عاما إيه
تعرفني؟ ولا أعرفك. أجل وشونك جاي عندك؟ لا حرج إن الواحد يعبر عن مشاعره. قبل كل شيء، قبل كل شيء، قولوا آمين. آمين. ذكريات طاش. أجمل ذكريات رمضان. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ركز يا نبيل، معك 25 ثانية. هذا السؤال تقول له يعني نظف وكذا. هذا الصب يا أستاذ، احضر. فهمت. القرد فعلا إجابتك غلط. هذا يا عبد الرحمن النظافة يا أخي، يا أخي فيه هنا. وتذكروا أن هدفنا هو رسم الابتسامة على شفاهك. مناقيف ولكن أجمل ذكريات رمضان. أينكما؟ أينكما؟
وأنت يا مندل؟ إن اللعب هنا ممتع. كيف؟ نعم، هيا لتلعبي معنا. لا، ارجعي إلى الدار. اقتربي اقتربي يا نجمة الصباح. ألا تسمعان؟ ارجع ارجع، اقتربي اقتربي. ألا تسمعان ما قلته لكما؟ لا تغضبي، سمعنا وأطعنا. ماذا تنتظران إذن؟ فعل الضحك وامشي أمامي. طيب فلنلعب جميعا. هل جننتما؟ لا لا لا. إذن أنتما تعرفان وصية أمكما إليكما. نعم يا أخت، معناها ألا تخرج من الدار. هيا بنا إلى الدار. انتظري انتظري. لا، لن أنتظر لحظة واحدة. وأنا لن أرجع إلى الدار إلا إذا شاركتنا في اللعب. لا، لكن سنرجع يا نجمة جميعا إلى الدار. أحقا؟ بشرط. ما هو؟ أن تلعبي معنا. لا، غير ممكن. سنرجع قبل عودة أمنا. أحقا ما تقولين؟ يا سعدنا يا فرحنا، الكل يشدو حولنا. هيا نلعب نلعب، نمرح نلعب، هبلا هبلا هبلا. إلى اللقاء.